عن كل فصل تقريبا انا ومجموعه من الطلاب الموجودين بخدوره نعمل هيك نشاط ترفيهي للايتام. المختلف المره هاي انه كان معنا اعداد من جمعيه التوحد، حبينا نفرحهم قبل العيد لانه في نسبه من الايتام الموجودين بالدار روحوا عند قرايبهم واهلهم على اساس انه بتعرفوا يقضوا العيد معهم، فحبينا نطلع بهاي الفتره اللي ضلوا بالدار نبسطهم معنا ونلعبهم نقدم لهم وجبه غداء. بدعمنا اكثر حدا طبعا الطلاب، زملائي مجلس الطلبه، حركه الشباب الطلابيه، مجموعه متميزه من الدكاتره. طبعا اليوم وجبه الغداء كانت بتبرع من الدكتور محمد شتاوي، وكمان عدد من الدكاتره المميزين. كل الشكر للي بيساعدونا وكل الشكر للي اجوا وحضروا معنا. بوجه رساله لكل الطلاب انه يشاركونا بهيك فعاليه وهيك نشاط لانه حلو انك ترسمي بسمه على وجهك. دوز.بي اس موقع يأخذك دوز دوري إلى الخبر والمعلومة.